رحب فيكم في جريدة الملعب. اليوم مستضيفين التاريخ، هادي خميس، أخوي طبعا وحبيبنا هادي خميس. طبعا أول سؤال، ما هي أسوأ صفة فيك؟ والله الأسوأ صفة أبو عمرو تعرفها، الضحك وغشمارة، هذا أسوأ صفة. ليش ما تمسك نفسك؟ ما أقدر هذا أبو عمرو، ما أقدر. إنزين، أقرب لاعب إلى قلبك؟ والله كل اللاعبين حبايبي وكذي، بس تدري كلهم. شوف لك لاعب هناك. لاعب هناك علي مصطفى. علي مصطفى، ليش علي مصطفى؟ لأنه نفس الصفات ونفس العقلية. شنو أكلتك المفضلة دام تحب المكابيس؟ منفوس لحم. انزين، تحب شنو إجازتك، بالبحر ولا بالبر؟ لا تدري فيني بحري. بحري. شاليهات. بحر. أحب البحر. شنو رياضة غير كرة القدم تتابعها وتشجع؟ طائرة. أي فريق تشجع الطائرة؟ كاظمة. من تعرف لاعب من لاعبين كاظمة؟ والله يا المجمد، كل مكان منتشرين. أوكي. إنزين. شنو بعد عندنا؟ لو خلوك وزير بأي وزارة، أي وزارة السلم، وشنو أول قرار لك؟ شوف الوزارات، أعطي ترفيه. ايه وانا الشاب تدري فيه، راح اول نسوا كلهم على الاخر صراحه انا وياه. ايه خلصنا الاسئله الحين.